السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه فتحت. نعم يا اختي. كنت بسأل حضرتك دلوقتي صلاة الفجر، انا يعني الحمد لله ببقى حريصة عليها بقالي فترة يعني طويلة. الحمد لله. انا بلاقي مشكلة طويلة او طويلة ايوما صح؟ حريص عليها فترة طويلة او طويلة؟ طويلة. ايوه طويلة ماشي اتفضلي. بعد كده انا بلاقي مشكلة، بعد كده بعرفش انام خالص وببقى عندي شغل ورايا حاجات، وده بيأثر عليا طول اليوم ان انا بعد صلاة الفجر ما بعرفش انام. ففي حل مثلا حاجة زي كده؟ حافظ على صلاة الفجر مهما حصل، هي اولى من كل الشغل. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، فصلي الفجر واشرب لبن يهدي الأعصاب ونامي وتوكل على الله. شكرا. مع الدعاء، مع الدعاء الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم.